بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، ميعادنا النهاردة مع درس الثالث في الوحدة الثانية. الدرس بعنوان منصفات الزوايا والأجزاء المتناسبة. الدرس ده بيكلمني على منصف زاوية من زوايا مثلث، والزاوية دي ممكن تبقى زاوية داخلة أو زاوية خارج. فبيقول لي الآتي، بيقول لي منصف الزاوية الداخلة أو الخارجة عند أي رأس من رؤوس مثلث بيعمل إيه بقى؟ يقسم القاعدة، المقصود بالقاعدة هنا الضلع المقابل للزاوية، من الداخل أو الخارج على حسب المنصف. لو المنصف من الداخل يبقى هيقسم القاعدة من الداخل، لو المنصف من الخارج هيقسم القاعدة من الخارج، فهيقسمها إلى جزئين أطولهم هتبقى متناسبة مع طولي الضلعين الآخرين، مع طولي الضلعين الآخرين. تمام؟ يعني إيه الكلام اللي اتقال دون؟ تعالى نفسره. أنا راسم لك رسمتين، رسمة لمنصف زاوية داخلة ورسمة لمنصف زاوية خارجة، عشان القاعدة واحدة، سواء بينصف زاوية داخلة بنسميه منصف داخلي، أو منصف زاوية خارجة فبنسميه منصف خارجي. تمام؟ هنا عندي مثلث ألف ب ج اهو، والألف دال ده منصف لزاوية ب ألف ج، يعني قسم الزاوية ب ألف ج لزاويتين متساويتين. قال لي إيه اللي هيحصل؟ ده المنصف أهو راح على القاعدة دي، يبقى القاعدة اتقسمت جزئين أهم. قال لي يبقى الجزئين دول اللي هو دال ب على دال ج هتساوي ب ألف على ج ألف. يبقى بص، أهم حاجة تكتب التناسب مظبوط، دال ب على دال ج. طالما قلت ده ب الاول وبعدين قلت ده الجيم، يبقى تقول ب الف وبعدين جيم الف. خلاص، يبقى ده ب على ده الجيم هيساوي ب الف على جيم الف. نفس الكلام بالظبط، ادي الف ب جيم مثلث اهو. زاويه ه الف جيم دي كده على بعضها اسمها زاويه خارجه. فالالف دال ده هو منصف للزاويه الخارجه. برضه يبقى قسم دي اللي هي ب جيم دي هي القاعده، بس ده اسمه تقسيم من الخارج، لان نقطه دال بره ما هيش موجودة على القطعة المستقيمة ب ج، فدي بيسميها تقسيم بس من الخارج. تمام؟ طيب برضو هيبقى نفس القصة، اهي الدال بتاعت نقطة التقسيم اهي، يبقى هقول له دال ب على دال ج زي ما عملت هناك بالظبط، يبقى بيساوي ب أ على ج أ. ده التناسب بتاعك سواء للمنصف داخلي أو منصف خارجي. تعالى ناخد مثال على المنصف الداخلي ومثال على المنصف الخارجي. هنا بقول لك في الشكل المقابل اللي هو الشكل ده، الالف دال بينصف زاويه ب الف ج، ومدين لك طول الالف ب 4 سم، طول الالف ج ب 6 سم، طول ال ب ج كلها ب 5 سم، وعايزين نعرف تبقى ب دال دي كام سم والدال ج دي كام سم. عادي هنطبق القاعده اللي احنا لسه قايلينها كده، مفيش عندنا مشكله. هنقول له بما ان الالف د ينصف زاويه ب الف ج اهو، الالف د بينصف زاويه ب الف ج، يبقى اذا د ب على د ج هيساوي ب الف على الف ج. تمام كده اهو، د ب على د ج هيساوي ب الف على ج الف او الف ج، مش فارق. بص بقى، ادي د ب اهي. طب انا عايز اكتب د ج، اكتبها ازاي بقى؟ ما انا مش عارفها. اروح قايل عليها ايه بقى؟ 5 ناقص د ب، عشان يبقى برضو نفس اللي انا بكرره لك من ساعه ما بدانا في الوحده ديت، يبقى في عندك حاجه بس اللي مجهوله تقدر تجيبها. فيبقى د ب على 5 ناقص د ب اللي هو د ب على د ج، يعني يبقى هيساوي ب ا اللي هي ب 4 على ا ج اللي هي ب 6. طبعا 4 على 6 لما نختصرها هتطلع بثلثين، 2 على 3. طبعا حصر ضرب الطرفين هيساوي حصر ضرب الوسطين، يبقى 3 في د ب هيديني 3 د ب، والاثنين هتضربها في 5 ناقص د ب، يبقى الثلاث الاثنين في 5 ب 10، و2 في د ب ب 2 د ب، يبقى 3 د ب هيساوي 10 ناقص 2 د ب. ودي الناقص 2 د ب الناحيه الثانيه جنب ال 3 د ب، يبقوا مع بعض ب 5 د ب بيساوي 10، تبقى د ب ب 10 على 5 فيها الاثنين، يبقى احنا عرفنا ان د ب ب 2 سم، تقوم تبقى د ج بتساوي 5 ناقص 2 تطلع ب 3 سنتي، وتبقى جاوبت السؤال بتاعك.
طيب نشوف مثال هنا على المنصف الخارجي. بقول لك ادي الف ب ج مثلث اهو، الف ب ج مثلث ده المثلث، الالف دال ده منصف لزاويه ه، الف ب يبقى ده منصف خارجي خلاص، ومدين لك طول الالف ب ده ب6، طول الالف ج ده ب9، وطول ال ب ج ديت ب5، وعاوزين نعرف طول ال ب د والجيم د. برضه هنعمل نفس القصه، هنقول له بما ان ا د ينصف زاويه ه ا ب، يبقى اذا برضه د ب، شوف انا قلت د ب الاول، على د ج، يبقى اقول له هيساوي ب ا على ا ج. كتبت دي مظبوطه، كل اللي جاي بعد كده سهل لانك هتعوض. طيب انا عندي ب ج ب5، هيبقى د ب، عايز اكتب د ج اعملها، اكتبها ازاي؟ اكتبها د ب زائد 5، ما هي د ج يبقى هتساوي د ب زائد ال 5، يبقى انا عندي د ب على د ب زائد 5 هيساوي ب ا اللي هي ب6 على ا ج اللي هي ب9، يبقى هيساوي 6 على 9، لما نختصرها يبقى 2 على 3، وبرده حاصل ضرب الطرفين هيساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى 3 د ب هيساوي 2 د ب زائد 10، لما ضربت الاثنين في الكلام يبقى 3 د ب هيساوي 2 د ب زائد 10، ودي ال 2 د ب الناحيه الثانيه بالصوره مخالفه، فيبقى 3 د ب ناقص 2 د ب هيساوي 10، يبقى د ب هتطلع بتساوي 10 سنتي. عرفنا ان د ب ب 10 سنتي. طيب ما هو الراجل مديني دي ب 5، فتبقى د ج هتساوي 10 زائد 5 هتساوي 15 سنتي، وتبقى حضرتك جاوبت السؤال بتاعك. خد لي بقى معايا من الملاحظات اللي هقولها لي. اول ملاحظه، لو احنا عندنا في رسمه واحده رسمنا المنصفان الداخلي والخارجي لزاويه من زوايا مثلث، هيبقى المنصفين دول متعامدين، يبقى المنصفان الداخلي والخارجي لاي زاويه في المثلث يكونان متعامدان. تعال بص معايا كده، ادي ا ب ج مثلث، الالف دال ده المنصف الداخلي لزاويه ب الف ج، والالف واو ده المنصف الخارجي لزاويه ه الف ج، خلاص. طيب احنا عارفين ان زاويه ب الف ه دي كلها كده ب 180 علشان دي زاويه مستقيمه. طب ما انت عندك مجموع الزاويتين دول هيبقى قد مجموع الزاويتين دول، وبالتالي مجموع الزاويتين دول شايفهم هيبقى نص قياس زاويه ب الف ه، قياس زاويه ب ا ب 180، يبقى مجموع الزاويتين دول ب 90، يبقى المنصفين دول هيبقوا متعامدين. تمام؟ طيب هنقول لك برضه على ملحوظه تساعدك احيانا وانت بترسم، لو انت جاي لك سؤال مش مرسوم وانت عاوز ترسمه يبقى فيه دقه في الرسم، ما يبقاش الرسم مش مظبوط. هنقول لك على ملحوظه هتعرفك نقطه التنصيف، او سوري نقطه التقسيم اللي هي اللي بيعملها المنصف مع القاعده، بتبقى قريبه من انهي ناحيه بالظبط. فبنقول في المثلث ا ب ج، لو عندنا مثلث اسمه ا ب ج والالف د ده بينصف زاويه ب ا ج، احنا عايزين نحدد نقطه د هتبقى قريبه من مين بالظبط. فنقطه د هتاخد وضع من الثلاثه اللي احنا هنقول عليهم دول، وسهله. بص يا سيدي باختصار كده في الثلاثه دول ملخصهم ان نقطه د بتبقى قريبه من الضلع القصير، نقطه د بتبقى قريبه من الضلع الايه؟ القصير. يعني لو انا قلت هنا ان الالف ب اكبر من الالف ج، طب ما انا عندي الالف ب على الالف ج بتساوي د ب على د ج، صح؟ يبقى معنى ان الالف ب اكبر من الالف ج يبقى ده هيخلي د ب تبقى اكبر من د ج، فتبقى نقطه د قريبه من نقطه ج اقرب من نقطه ب، يعني نقطه د تبقى قريبه من نقطه الج. يبقى اذا كان الف ب اكبر من الف ج فان د ب اكبر من د ج، يعني نقطة د تبقى أقرب لنقطة ج من نقطة ب، يعني تبقى قريبة من نقطة ج، ولو خدت بالك إن الألف ج ده هو الضلع القصير. طب لو كان الألف ب بيساوي الألف ج، يبقى ساعتها د ب هتساوي د ج، وهتبقى نقطة د هي نقطة منتصف الب ج. يبقى إذا كان ألف ب بيساوي ألف ج، يبقى د ب هتساوي د ج، يبقى نقطة د هتبقى منتصف الب ج. طب لو أنا قلت الألف ب هو الصغير وب وألف ج هو الكبير، يعني الألف ب أصغر من ألف ج، هتبقى د ب اصغر من د ج. تمام؟ وبالتالي نقطه د تبقى اقرب لنقطه ب من نقطه ج. نفس القصه بالظبط
في المنصف الخارجي، وتعالى أن أرسمها لك وبرضو أوريها لك عشان تفهم. تعالى بقى نشوف برضو بالمرة وضع نقطة المنصف الخارجي. أنا عندي أدي ألف ب ج مثلث أهو، وعندي الألف د منصف زاوية ه ألف ج. فإذا كان الألف ب أصغر من الألف ج، سوري، لو الألف ب أكبر من الألف ج، يبقى معنى كده إن د ب هتبقى أكبر من د ج، وبالتالي تبقى نقطة د أقرب لنقطة ج من نقطة ب، يبقى د أقرب لنقطة 2 ج. اتفقنا ان المنصف الخارجي النقطة دي بتبقى بره، يبقى معنى كده ان نقطة د هتنتمي للشعاع ب ج ومش هتنتمي للقطعة المستقيمة ب ج. طيب لو كان الألف ب بيساوي الألف ج، هنا بقى المنصف الخارجي بيوازي القاعدة. لو الألف ب بيساوي الألف ج، ده مثلث متساوي الساقين، يبقى المنصف للزاوية الخارجة هيوازي قاعدة المثلث، وخد لي بالك من دي، فبنقول له أي أن منصف الزاوية الخارجة عند رأس المثلث المتساوي الساقين ماله بقى؟ يوازي القاعدة. طب لو كان ألف ب هو اللي أصغر من الألف ج، يبقى معنى كده إن الدال ب تبقى أصغر من الدال ج، يبقى معنى كده إن نقطة الدال هتبقى أقرب لنقطة ب من نقطة ج، يبقى معنى كده إن نقطة الدال هتنتمي للشعاع ج ب عشان هي هتبقى ناحية ال ب ومش هتنتمي طبعا للقطعة المستقيمة ب ج. تعالى بقى دلوقتي إن شاء الله نشوف إن إحنا ناخد القانون اللي هنجيب بيه طول منصف الزاوية، سواء كان منصف داخلي أو خارجي. إزاي بقى نجيب طول المنصف سواء داخلي أو خارجي؟ طبعا في حالة المنصف الداخلي، خد بالك إن طول الحتتين دول أصغر من طول الضلعين دول، طول الجزئين دول أصغر من طول الضلعين دول. لكن في حالة المنصف الخارجي، طول الجزئين دول اللي أنا شاورت عليهم دول اللي هما ده ب وده الجيم، بيبقوا أكبر من طول الضلعين دول. هو طول المتوسط، طول المنصف سواء داخلي أو خارجي بيساوي الجذر التربيعي للفرق ما بين الأجزاء اللي أنا قلتها دي. يعني في المنصف الداخلي لو أنت عايز طول الألف د، هيبقى الجذر التربيعي دي الألف ب في ألف ج ناقص د ب في د ج. خلاص؟ هنا نفس القصة، بس هنخلي د ب في د ج هي اللي ناقص أ ب في أ ج، عشان دايما الكبير ناقص الصغير عشان ما يطلعلكش جذر عدد سالب. خلاص؟ تعالى هنا في المثال دون، احنا عندنا الألف د بينصف زاوية ب أ ج، الراجل مديني الألف ب ب 15، الألف ج ب 10، د ج ب 6، وعاوزني أجيب له طول الألف د. طبعا علشان أجيب طول الألف د لازم أجيب الأول طول الد ب. فاحنا هنقول له بما ان ا د بينصف زاويه ب ا ج، يبقى معنى كده ان د ب على د ج هيساوي ب ا على ج ا، يبقى د ب على 6 هيساوي 15 على 9، تبقى د ب هتساوي 6 في 15 على 9 تطلع ب 10 سنتي. كده نقدر، انا عرفت ان دي ب 10، كده نقدر نجيب طول الالف د، هيبقى الجذر التربيعي ل 15 في 9 ناقص 10 في 6 هيطلع لك 5 جذر 3 سنتي. هنا هحتاج اجيب طول منصف خارجي. الراجل هنقول له هو مديني الالف د دي طولها س، ومديني الجيم د دي طولها ص زائد 2، والجيم ب طولها 7، والالف ج طولها 6، والالف ب 8، والالف د منصف خارجي لزاويه ه الف ج. فطبعا هنقول له بما ان الف د منصف زاويه ه الف ج، يبقى معنى كده ان د ب على د ج يبقى هيساوي الف ب على الف ج. تمام؟ الد ب هتبقى بكام؟ ب ص زائد 9، عشان الحته دي ص زائد 2 ودي 7، فالد ب هتشيلها وتحط مكانها ص زائد 9 على د ج اللي هي ب ص زائد 2 هيساوي 8 على 6 اللي هي لو اختصرناها تطلع 4 على 3، وهنشتغل حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى 4 ص زائد 8 هيساوي 3 ص زائد 27. ودي ال 3 ص دي الناحيه الثانيه، هيبقى 4 ص ناقص 3 ص تديني الص، هات ال 8 دي الناحيه دي
يبقى 27 ناقص 8 يطلع 19، يبقى انا عرفت ان الصاد دي بكام؟ ب 19. السين اللي هو عاوزها اللي هي طول الالف د، هتبقى الجذر التربيعي لد ب في د ج ناقص الف ب الف ب في الف ج، يعني 28 في 21 ناقص 8 في 6، يبقى هيطلع لك ب 6 جذر 15 سنتي. زي ما انت شايف تمارين سهله، مجرد تعويض مباشر في العلاقات اللي انت اتعلمتها. اتمنى يكون الدرس مفهوم، ونتقابل ان شاء الله على خير في الدرس اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.